ارتفاع شديد في درجات الحرارة الحقيقة أصاب الناس بحالة من الألم الشديد خلال ساعات النهار، وصلت إلى حد الإجهاد، وصلت إلى حد ضربات شمس قاسية، وصلت لحد وفاة ناس وخاصة من كبار السن في عدد من المحافظات. المحافظات تحديدا كانت أسوان وأسيوط. في طبعا زي ما بتقول وزارة الصحة غرفة عمليات لمتابعة هذه الأزمة والارتفاع شديد في درجات الحرارة. البعض في مصر خد الموضوع بشكل يدعو إلى الفكاهة، بعض كان بيقولوا كأنها بروفة لجهنم، لكن الجانب الجد في هذه المأساة أن هناك موجة شديدة الحرارة ضربت البلاد، وربما هذا الطقس لم يعتاد عليه المصريين من قبل. تقرير الزميلة خلود عبد الفتاح. ستون شخصاً أو أكثر لقوا حتفهم جراء موجة الطقس الحار التي تشهدها مصر منذ مطلع أغسطس الجاري، فضلاً عن إصابة المئات بضربات الشمس وحالات إغماء نتيجة تعرضهم المباشر لأشعة الشمس. يعود سبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى تأثير الدورة الشمسية 24 التي بدأت عام 2008 وتنتهي عام 2020، خاصة في ظل الانفجارات الهائلة على سطح الشمس، مما يرسل موجات حرارية إلى الأرض تسبب بدورها في ارتفاع درجات الحرارة. وشهدت درجات الحرارة في مصر خلال الأسبوع الجاري ارتفاعاً استثنائياً، بينما اعتبر عدد من الخبراء أن الموجة الحالية هي الأقوى منذ 11 عاماً. ثلاثة دول عربية عطلت العمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وطبقت الإجازات الرسمية لارتفاع درجات الحرارة، إلا أن وزارة القوى العاملة المصرية تقول إن قانون العمل لا يتضمن منح إجازات رسمية بسبب التغيرات المناخية. وزارة الصحة أصدرت عددا من تعليمات السلامة والأمان لتجنب الإصابة بضربات الشمس، ونصحت بشرب كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية وتفادي المشروبات المنبهة أو التي تحتوي على السكريات، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. أسبوعاً مضى وكأنه الدهر في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي، ولكن التقارير المناخية تشير لاستمرار الموجة الحارة حتى 20 من أغسطس الجاري، ليبقى المصريون في انتظار عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ليبدأ الاستمتاع بالصيف الذي يبدو أنه الأكثر سخونة منذ عقود. خلود عبد الفتاح، كلام تاني.